نتابع البداية والمقدمة وصدارة هذا الشوط واللي قادت المجموعة اللي انطلقت بالمقدمة منذ البداية في هذا الاندفاع المثير. نتابع الشاهينية بشعار يجري العاصفة ومتابعة وانطلاقة غياث الهلالي. الظبية مع المركز الثاني تتقدم في هذا الانطلاق المثير وفي هذا الاندفاع الرائع مع المركز الثاني بالشعار يهجن الرياسة ومتابعة الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الأخيلي متابعا لهذا التقدم. ومع المركز الثالث التسلل القادم أيضا للشاهينية بشعار يهجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي. ننطلق مع المركز الرابع كي أرى القدوم والتسلل لمختاره لسمو الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم عتيج بن سالم بالعرض الحميري في متابعة وانطلاقة مختاره مع المركز الرابع وخامس التحديات. انطلاقة مثيرة أيضا بهذا الاندفاع المثير للخوارة لسمو الشيخ منصور بن محمد برايد المكتوم علي بن عبد الله بن علي الهادفي من يعلن هذا التقدم للخوارة مع المركز الخامس. ومع المركز السادس وصلت بهذا الأداء المثير أيضا شواهين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرض الحميري يقدم انطلاقة شواهين. مع المركز السادس وسابع التحديات الشاهينية التابعة لهجن العاصفة وانطلاقة غياث الهلالي. نتابع المركز الثامن وأرى التسلل لبهجة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن رايد المكتوم. طارش بن مبارك بن قوبع يتابع انطلاقة بهجة بهذا التقدم مع المركز الثامن. تاسع التحديات أرهني لفته لسمو الشيخ صعيب بن حمدان بن رايد المكتوم. خليف أبو السلطان بن رشيد من يتابع تقدم لفته مع المركز التاسع. وعاشرا بروق لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيب بن مروشد من يعلن تقدم بروق مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. ندانا الأول للعشر الأسهام المتقدمة والمندفعة بناموس هذا الشوط. ولكن لنا عودة مع الصدارة ومع البداية ومع الكوكب الثنائية مع الكادر العلوي. نتابع التنافس، نتابع التحدي، نتابع الإثارة ما بين هذه الشعارات المتميزة وهذه المؤسسات العملاقة في هذا العالم الساحر. الصدارة مع الشاهينية بالشعار هجر العاصفة ومتابعة غياث الهلالي. ولكن الظبية منذ البداية بقمة التحدي والإثارة. الظبية بالشعار هجن الرياسة أحمد بن مطر بن مايد الأخيلي يقدم انطلاق الظبية مع المركز الثاني. المركز الثالث الشاهينية بالشعار هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي. ننطلق مع المركز الرابع كي أرى التقدم أيضا للخوارة بالشعار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم. علي بن عبد الله الهادفي يقدم هذا الانطلاق وهذا الاندفاع المثير. ولكن شواهين تتسلل مع المركز الرابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم مسري بن سالم بالعرض الحميري من يتابع انطلاقة شواهين. مختارة تتقدم مع المركز الخامس. مختارة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيج بن سالم بن عرطي الحميري متابعا لانطلاقة ايضا مختارة. ولكن ارى القدوم مع المركز السابع، مع المركز السابع الاسم القادم بهذه اللحظات بهجة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. طارش بن مبارك بن قوبع من قدم العفريت باول اشواط صباح هذا اليوم يقدم في هذا الانطلاق بهجة مع المركز السابع. ومع المركز الثامن لفته لسمو الشيخ صعيب بن حمدان بن رايد المكتوم. خليفه بن سلطان بن رشيد يتابع انطلاقه لفته مع المركز الثامن. تاسع التحديات الشاهينيه بالشعار هجن العاصفه ومتابعه غياث الهلالي. بروك تتقدم مع المركز العاشر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد بن مروشد
متابعا لانطلاقة بروق بهذا الاندفاع المثير. ولكن لنا عودة مع البداية مع المقدمة. التغيير 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 اللي طرى وجرى على مقدمة هذا الشوط. نتابع نتابع الظبي نتابع الظبي اللي قادت المجموعة في هذا الانطلاق المثير وبهذا الشعار شعار هجن الرياسة. يتقدم في هذه اللحظات أحمد بن مطر بن مايدي الخيلي يتابع ان تقدم الظبي اللي قادت المجموعة اللي انطلقت بناموس هذا الشوط. المركز الثاني الشاهينية بالشعار هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي. نتابع شواهين مع المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان براد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي الحميري. من يتابع من يتابع تقدم شواهين مع المركز الثالث والعد التنازلي لمجريات هذا الشوط. نتابع المركز الرابع رهني الشاهينية أيضا بشعار هجن العاصفة وتقدم غياث الهلالي على مستوى المركز الرابع. خامس التحديات وصلت الخوارة مع المركز الخامس لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم وبقيادة علي بن عبد الله بن علي الهادفي. من يقدم ان تقدم الخوارة بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المثير. لنا عودة مع البداية ومع الكيلو المتر الأخير والخطير والتحديات المثيرة في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع. الشاهينية قادت المجموعة قادت المجموعة بعد المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير والخطير. التغيير اللي طرى وجرى على مقدمة هذا الشوط. الشاهينية قادت المجموعة بشعار هجن العاصفة. الظبية من الجانب الآخر أيضا تتقدم تحاول تحاول أيضا لصدارة هذا الشوط بشعار هجن الرياسة وانطلاقة أحمد بن مطر بن مايد الأخير. والثنتين الثنتين بعرض بعرض ثنائي بتحديات جميلة في هذا الانطلاق في هذا الاندفاع المثير. الشاهينية الظبية الظبية الشاهينية التحديات في هذا الشوط والانطلاق في اللحظات الأخيرة. الأوامر لم تصدر لم تصدر. الشاهينية بدأت تباعد بدأت تباعد المسافة بدأت في الانطلاق المثير بهذا الشعار شعار هجن العاصفة. يتقدم في هذه اللحظات وبقيادة بقيادة غياث الهلالي. من يقدم الشاهينية؟ الظبية تحاول مع المركز الثاني ولكن الشاهينية هي الأقرب هي الأقرب لناموس هذا الشوط. تهانينا تهانينا لهجن العاصفة على تقدم الشاهينية ولحظات وصولها إلى خط النهاية. تهانينا لغياث الهلالي. الظبية مع المركز الثاني بشعار هجن الرئاسة ومع المركز الثالث تأتي شواهين اسمه الشيخ راشد بن حمدان براد المكتوم. المركز الرابع والخامس بشعار هجن العاصفة. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة. لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول الشاهينية إلى خط النهاية. تأتي بتوقيت زمني مقدارة 9:41. تسعة الزمن الثانية. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني لغياث الهلالي على فوز الشاهينية بالمركز الأول. الظبية تأتي مع المركز الثاني 9:42 ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة والتهاني لأحمد بن مطر بن مايد الخيلي. بينما الأسرة مع المركز الثالث. هذه لحظات وصول أيضا شواهين 9:46 خمس أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان براد المكتوم والتهاني لمسري بن سالم بالعرطي الحميري.